ينضم إلينا من الخرطوم مراسل الغد أحمد العربي. أحمد، إذن قوى الحرية والتغيير تجري مباحثات مع الجبهة الثورية في أديس أبابا، ماذا عن الأحزاب التي رفضت هذا الاتفاق الأخرى مثل الحزب الشيوعي؟ هل سيلتحق بهذه المناقشات؟ نعم، صباح الخير. صباح النور. قوى الحرية والتغيير بالفعل بدأت هذه المشاورات بالجبهة الثورية وأيضا هنا في الخرطوم يارا مع الحزب الشيوعي، حيث بالأمس بدأت مباحثات ومشاورات، يعني منذ توقيع الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. قالت قوى الحرية والتغيير أنها ستبدأ في نقاش صريح مع كل مكوناتها التي اعترضت على هذا الاتفاق بغية توحيد الرؤى وتوحيد وجهات النظر، بالرغم من البيان الذي أخرجه الحزب الشيوعي في اعتراضه على هذا الاتفاق، إلا أنه عاد من جديد وتحدث عن ضرورة أن تكون هناك تسوية سياسية وأن يكون الاتفاق مرضيا لكل الأطراف. ربما أن هناك مشاورات تجري داخل أروقة قوى الحرية والتغيير مع الحزب الشيوعي وغيره من الذين اعترضوا على هذا الاتفاق لتوحيد وجهات النظر والاتجاه نحو جلسة التفاوض القادمة حول وثيقة الإعلان الدستوري برؤية موحدة. يعني أشار الحزب هو وغيره من الذين اعترضوا على هذا الاتفاق على أنه يجب أن تتلافى قوى الحرية والتغيير كل القصور الذي وصفته في الاتفاق السياسي في جلسة التفاوض القادمة. أيضا هذه الخطوة التي قالها حزب المؤتمر السوداني. نعم يارا، يعني كنت سأسألك ما هي أبرز النقاط التي تتم مناقشتها؟ يعني الحديث عن التوقيع بالأحرف الأولى لهذا الاتفاق، يعني من المفترض أن لا يكون هناك نقاط خلافية كبيرة، ولكن ما يحدث يعكس حالة من عدم الانسجام أيضا بين الأطراف. نعم، يعني الذين اعترضوا على الاتفاق السياسي داخل قوى الحرية والتغيير اعترضوا على أن هناك بنودا لم يجري الاتفاق عليها بصورة كاملة، أي أن التشاور فيها كان مقتصرا على عدد من الكتل أو الأحزاب المكونة لقوى الحرية والتغيير وأنهم لم تتم مشورتهم في هذه البنود. لكن بمجرد أن بدأت قوى الحرية والتغيير موضوع النقاش داخل الأحزاب والكتل للتبصير بالبنود التي تم التوقيع عليها، يعني الحديث هنا وهناك، لكن في الأخير يبدو أن نقاشا يجري لتسوية الأمر داخل قوى الحرية والتغيير، فهي تطمح بانتهاز هذه الفرصة التاريخية التي كما قال حزب المؤتمر السوداني للانتقال بالبلاد من مربع الأزمة إلى مربع جديد. يعني البنود التي اعترضوا عليها قالوا أنهم لم يتم مناقشتهم أو مشاورتهم، بالرغم من أنه القوى الحرية والتغيير وكتل قوى الحرية والتغيير كانت قد تسلمت مسودة هذا الاتفاق، إلا أن يبدو أن التوقيع لم يكن باتفاق الجميع حسب الحزب الشيوعي والجبهة الثورية. نعم يارا، شكرا جزيلا لك من الخرطوم مراسلنا أحمد العربي.